بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اوضح لك حاجه، في فرق بين قنوات يوتيوب وفرق بين التحليل اللي بيحصل بعد كل مباراه في اون سبورت. طبيعي انك التحليل بعد كل مباراه في اون سبورت بيتحلل بالنتيجه، ما بيتحللش بالاداء ولا بيتحلل بمستويات اللعيبه، لان في كلام ما ينفعش انك تقوله، فاحنا هنا في يوتيوب مفترض ان احنا بنقوله. يعني لو انت منتظر انك تسمع مني ان بدر البنون عمل مباراه ممتازه، فلا مؤاخذه، بدر البنون عمل شوط اول زي الزفت. شوط اول تمنيت ان بدر البنون يتم تغييره فورا، رامي ربيع، سعد سمير، اي حد، بدر البنون كان خارج تركيزه تماما، غير بدر. انما بصراحه لما رامي نزل قلت لا، احنا خلي بدر بكل اللي هو فيه احسن من رامي. لو منتظر مني ان انا اقول لك ان موسيماني كان مختار جوه الملعب بالتكتيك والابداع بتاع باسم موسيماني، فانا مؤاخذه مش عايز اشتغلك. فرقه مختار نتائج الحرب الحاليه تنزل درجه ثانيه مستريح. هتقول لك كابتن مختار اسم كبير جدا وبيعمل ماتشات صعبه جدا قدام الاهلي، ده كان زمان لما كان معاه لعيبه، انما دلوقتي معهوش حد، دلوقتي جايب له 9 لعيبه من الدرجه الثانيه وهو جايب 2 افارقه ومعتمد على باسم مرسي، وهم دول اللي هيقعدونا في الدوري، لو قعدنا في الدوري نبقى انجاز. انما بعد خساره النهارده هيبدا الكلام على رحيل كابتن مختار، واتمنى هو اللي يستقيل، مش بعد السن ده والعمر اللي هو قضاه في الانتاج الحربي يتم اقالته مع لعيبه الاداره جايبها له عشان خاطر فاهمه ان هو يقعد بقى لعيبه. هتقولي معنى كلامك ده ان الماتش كان سهل؟ الماتش كان سهل. ماتشات ارسنال ومانشستر يونايتد زمان كانت صعبه، زمان كانت فتره اليكس فريكسون وكانت في فتره ارسن فينجر، جه فتره فريكسون كان بيصعب عليه وضع فينجر، دي الماتشات بقى اللي صعب عليك ورا كابتن مختار واللعيبه اللي معاه. هتقول لي بس هم بعد اول ربع ساعه الكهرباء كان بيضيع فيها الاجوان، دخلوا معانا في الجيم وكانوا بيضيعوا كور، وشفنا توتر بدري، وشفنا توتر الشناوي، وشفنا ان الفرقه بتاعتنا دفاعيا مش واقفه على ارض ثابته. اقول لك متفق معاك، بس شوف بدنيا الشوط الثاني كانوا عاملين ازاي. شوط اول مفترض ان الاهلي عمل شوط سيء جدا، شوط رديء جدا، مش عارف الناس سابت كل حاجه وركزت مع والتر بوليا، اللي هو يا جماعه طب ما حسين سيء، طب ما قفشه سيء، طب ما اليو سيء، طب ما حمدي فتحي سيء، طب ما كلهم سيئين، طب مين اللي قال ان اكرم توفيق يلعب باك يمين يا جماعه؟ انت مستنيني اطلع اقول ان موسيماني حل فكره ان انا ما عنديش باك يمين باكرم توفيق؟ ده انا اكرمني تبدا بمحمد هاني احسن من تواجد اكرم توفيق كباك. انت كده بلعب باك واحد، انت كنت قاتلني تماما حته الباك اليمين. فانا منتظر مني ان انا اطلع اقول نفس الكلام اللي قاله بلال علام، ان لا ننكر جهد اكرم، الولد عمل جهد حاجه ممتازه وحاجه عظيمه، وحاول يقدر اللي هو يعني ما فيش نقطه علق زي ما بيقولوا بخلها على الفريق، بس الراجل ما كانش عنده حاجه لانه مش مركزه وما بيعرفش يلعبها. ف الشوط الثاني تاج فرض 2-8 بعد احراز معلول الهدف الاول، وبعد كده حسين الشحات بيقدر يعمل لك تصويبه مدفع او دانه وبيحرز الهدف الثاني، وبتلاقي موسيماني بيقرر ان انا يا جماعه محتاج انزل وليد سليمان، ومحتاج كمان انزل محمد شريف، ومحتاج يلا يا جماعه عايزين نعمل تغييرات علشان يتقال عني بعمل روتيشن. ووليد سليمان بيقدر يستغل الكروس اللي جاي له من اكرم علشان خاطر وليد سليمان يقدر ان هو يحرز الهدف الثالث، وتقعد تسال نفسك الله عليك يا وليد، يا جماعه وليد سليمان مش محتاجين ان احنا نقول عليه النهارده انه مبدع، لا، وليد سليمان من اول يوم دخل فيه النادي عندنا وهو الراجل بسم الله ما شاء الله مفيش مره بيبخل فيها، او مره بيحسك ان هو كسلان، او مره بيكون فيه كوره هو يقدر يلحقها وما بيحاولش يعمل مجهود عليها، لا، هو ده وليد سليمان، وهيفضل كده لحد ما يبطل كوره، هيفضل لعيب راجل، هيفضل لعيب هداف، هيفضل لعيب بيعمل لك الفرق حتى هو عنده 36 سنه. وليد سليمان بيقدر ان هو يكون نجم من نجوم المباراه او نجم المباراه، الراجل نزل تلت ساعه قدر ان هو يجيب لك فيها هدفين، دي حاجه تحترم جدا. هدف رابع امتياز من وليد سليمان، هو سوء من حارس مرمى الانتاج، بس هو الراجل برضه يعني كابتن مختار ما عندوش غيره، يعني هجرب ان هو يلعب عصام الغندور ماتش سيراميكا كان سيء فبيلعب احمد يحيى. ونرجع تاني برضه فكره ان فرقه الانتاج فرقه سيئه او فرقه ملط، مش عايزك تتخدع في انتصارات 4-1 4-0، لان انت شفنا الاهلي الشوط الاول اداء سيء جدا وفرقه تايهه، وشفنا الاهلي الشوط الثاني فرقه ممكن تكسب 5-6. فانا مش قادر احدد هو الاهلي مين فيهم، يعني الاهلي اللي كان سيء ومتوتر الشوط الاول، ولا الاهلي هو اللي كان قوي جدا الشوط الثاني. انا نفسي افهمها، ونفسي الاقي ان في نسق واضح بالنسبه للفريق، يعني نفسي مثلا لما انا اكون بدافع وقررت ان انا انزل اعمل الحاله دفاعيه ان انا اعرف اقف صح واعرف اامن خط دفاعي، انما انا ما يبقاش الانتاج ماسك عليا كوره وما بعرفش ادافع، طب انا بعمل ايه طيب؟ بس عادي كل ده بنعديه، لان المكسب بيجيب مكسب والمكسب بينسي الناس كل حاجه. والنهارده الناس تتكلم على عظمه وليد سليمان، ما حدش يتكلم على الشوط التكتيكي اللي كان زي الزفت من بيتسو موسيماني، ولا اي حد يتكلم على اي حاجه، لان احنا معروف هنا السوق التحليلي بيقول ايه والناس بتقول ايه بعد الماتش، وبتلاقي كل ماشي وراه، تحس انه قطيع مش يوتيوب، ولا بتحس ان في ناس بتتكلم وبتقول اللي هي شايفاه. انا بقى بقول لك اللي انا شفته، لو انت شايف ان انا ماليش فيها وما اعرفش ارجع الكوره ماليش قول، انما لو انت شايف ان انت فعلا مش قادر تحدد انهي اهلي اللي انت بتتفرج عليه
قول يا عم اللي انت عايزه. فالحقيقة مش احسن حاجه لو عملت لايك واعمل سبسكرايب. ابني عايز تعمل سبسكرايب وتشتم فبراحتك.